ولكن لا دكتور أنا خليل، دكتور خليل، هل تتوقع فعلا أن تقوم روسيا بتدمير أحد أهم المنشآت الحيوية بالنسبة لها، خاصة في وقت الحرب، والذي من خلاله يأتي دعم عسكري ولوجستي كبير إلى القرم وإلى الحرب في أوكرانيا؟ هل يعقل هذا الكلام؟ طبعا، لأن التدمير هو جزء بسيط وجهة واحدة من المسارات على الجسر، واستؤنفت الحركة بعد عدة ساعات. كما أن الرواية الروسية حول خروج الشاحنة من كراسنودار الروسية، فكيف هذا؟ إذا هذا اختراق أمني كبير يعتبر، وتعمل عليه أجهزة مخابرات كبيرة لتقوم بهذا الاختراق الأمني الكبير. وهل يمكن أن يكون هذا الجسر خارج التغطية الأمنية؟ ونعلم أن روسيا تعتبره من أهم أو الشريان الأساسي في الدعم اللوجستي للقوات الروسية المحتلة في القرم المحتل والمدن الأخرى الأوكرانية. إذا هناك أسئلة وإشارات استفهام كثيرة عن هذا الاختراق الأمني، ولذلك انطلقت أنا من هذا الاعتقاد أنه يمكن أن يكون هو عمل روسي مخابراتي روسي لإيجاد ذرائع للتصعيد بشكل أكبر، وهي هروب للأمام. الحقيقة الإخفاقات الشديدة والخسائر الكبيرة التي بني بها الجيش الروسي سبب حتى تذمر داخل المجتمع الروسي، حتى أقرب المقربين إلى بوتين رمضان قديروف تذمر من الوضع والانهزامات أو الانكسارات.